التقينا فيك. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، تفضل. اهلا جابر، حياك حياك. هاك جابر اليوم زايرنا مره ثانيه، اهلا وسهلا فيك. شلونك؟ شخبارك؟ اهلا. يا هلا والله. يا هاو ار يو؟ شلونك؟ انت شنو سويت بالفيديو واللقطات بعد لقائك؟ انت عرفت شنو صار في وسائل التواصل الاجتماعي جابر؟ والله صار لي يومين صراحه ما نامت، لانه انستغرام والتويتر وعلى فيسبوك وتليفونات. ايه؟ حتى لغايه الصور تليفون على طول شغال. ايه؟ ووايد وايد انا مبسوط، وعائلتي كلها مبسوط، اولادي كله يقول بابا، كله على فيسبوك، وكل واحد يقول انت بابا شنو تسوي. ايه؟ وما يدري يعني شنو جواب عليك، بس انا وايد 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 شكرا لشعب الكويت، وحبوني وايد، وانا احب الكويت وايد، ومش اشكركم على السعادة، وكل ما شاء الله للستاف اللي موجود عندك هنا. نفس المدام بعد يا اتصالات. شكرا كويت تي في. في اتصالات عندها يعني؟ في بعد عندها اتصلوا عليكم الاهل من بلي 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 عندها. ايه حتى من هند اتصل فيها، لانه نحن بعثنا فيديو بتصل فيها. يعني اتوقع اشهر المواقع اللي عندنا بالكويت، الزيادي، ابو نواف، بركه، يعني كل ابوهم يعني وصل يمكن 91,000 و100,000. اي لا لا، ابو نواف اللي هو خلاني مشهور داخل الكويت صراحه يعني. عرفت كيف؟ بس انا بدي اسالك سؤال سيد، شو اسمه، سيد سعد. انت دائما سالونا سؤال، انا بدي اسالك سؤال اليوم. متى شو اسمه، متى استقلال الكويت؟ متى استقلال الهند؟ اول شيء ما دام قلت الكويت، الكويت استقلت 19/6/61. بلي بلي اي. لكن استقلال الهند متى؟ استقلال، اذا انت تعرف استقلال الهند؟ اي. لا لا لا، 1947. ما شاء الله ما شاء الله، 100% كلام مضبوط. صح 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 صح. انا كمان سؤالك واحد، انت عارف مهاتما؟ شنو معنى مهاتما؟ مهاتما غاندي شنو معناتها يعني؟ مهاتما غاندي. اي اي. تعطوني جائزه بعدين اذا جاوبت؟ بلا، اعطيك اعطيك، موجود عندي. لا نبي درزه شباتي. عادي حاضر حاضر. المهاتما، المهاتما اعتقد هي الروح الساميه او الروح العظيمه. 200% 100% صح 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 صح. والمهاتما عبول الهند كان اول، عرفت شلون؟ اي والله عبول الهند معروفه يعني. اهلا وسهلا فيكم. الله يخليك. مشكور مشكور. الصحه والعافيه. اليوم صراحه ما ابي شيء، انا جاي خصوصا اقول لكم شكرا شكرا شكرا، وايد حلو حلو حلو، ومشكور على شو اسمه عمير البلد، وش اسمه ولي العهد، والشعب الكل الكويتيين وشبابكم. كل عام وانت بخير والله، يعطيك الصحة. انتم بخير علينا عليك. الله يعافيك. ذكرينا بالاغنية الهندية اللي قلتيها. مع بعض؟ يا مع بعض. بركتوں کا مہینہ ہے رمضان کا، یہ کرم خاص ہے اپنے سلطان کا، برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا. بہت شکریہ. اللہ يخليك، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ مشکورین. اللہ يعطيكم العافية. شكرا شكرا شكرا، اللہ يعطيك الصحة والعافية. مشكورين مشاهدينا، نتواصل معاكم بعد الفاصل.